وحشتيني قوي قوي الى الابد. قد ايه وحشتيني انت اللي وحشتيني موت. اسمها موت موت موت. نحلي على نحن ذكريات الاوسكارز هالسنه، نسكر عيوننا ونحلم فيها شوي. It was a nice glamorous time. انا بالنسبه لي it's one of my favorite and one of my most beautiful times. يعني بص ما حسيتش بالرحله، احنا مسافرين رحله طويله قوي، بس والله العظيم انا ما حسيت بالرحله معاكي. اتسلينا كتير، اتكلمنا وتسلينا حتى في الاستراحه في لندن انبسطنا. كل شيء سو نايس. وكنا عم نعمل نكته انه يسرى لابسه ماسك على كورونا، وانت الوحيده يلي فهمت خطوره الكورونا قبل الكل. يعني بريكوشن، نعمل بريكوشن بتاعنا. اذا الله حمينا كتر خير الله زي ما بيتقال، صح. واذا مكتوب ان احنا يجي لنا كورونا هيجي لنا كورونا. يلا ان شاء الله. لا حضرت صاحب المقام او المقام مثل ما انا بسميه بالنحوي امبارح. شفته كلهم من الاول للاخر. متعدد المواضيع، يعني عن الطمع، الجريد، عن الدين، عن العائلة، عن الحب، عن السبيريتشواليتي. كيف حسيتي لما شفت السكريبت وشو كانت ردة فعلك؟ خليني احكي لك. هو اساسا كان دور راجل، دوري كان دور واحد راجل هو اللي بيقوم بالدور ده، انه اعتقد انه تغييره الواحدة ست من محمد العدل المخرج عمل فرق في المعنى. أكيد إحنا كلنا مخلوقين من الخير والشر، من أبيض وأسود، كلنا مخلوقين كده، كلنا عندنا الفيس ده وكلنا عندنا الفيس. الست دي عبارة عن ضمير، روح، عشان كده سماها روح، اسمها روح، عشان كده قال عليها روح. الست روح. هي كانت عبارة عن اللي بتنور له الطريق بتاع الصح. كل ما يجي يغلط أو يتسرع في قرار بياخده في حياته عشان تجمعه تاني للجود بارت، مش للباد بارت، أو مش للجريد، أو مش للطمع، أو مش للدنيا اللي هي بتاخدك من كل حاجة. لأنه الدور ده مش كل يوم، يعني بصي الدور مش كل يوم تلاقي دور او المعنى ده في الادوار اللي بتتعرض عليك. زي مثلا ما تعرض عليا يعقوبيان كان 5 مشاهد او 6 مشاهد، بس الدور ده عمري ما هعمله غير في فيلم زي ده. حسيتي انه تعرفت بحياتك على 6 روح كتير منهم، يعني استوحيت من شخصيات تعرفت عليهم. يعني بصي انا يعني المبدا الصوفي انا بحبه قوي، والمبدا الصوفي بحس ان هو بيعرف يتصالح مع بني ادم نفسه ومع كل اللي حواليه، حتى الاعداء اللي حواليه بيعرف يبقى متسامح الى حد ما او متصالح معه. ده المبدا الصوفي. المبدا الصوفي لما يجي يكلمك يقول لك أنا النص بتاعي هو الآخر، أياً كان الآخر، مين مكان الآخر، فمش ممكن أأذي نفسي إلا لو كنت مانيش سوية يعني. فالمبدأ الصوفي فيه محبة، فيه سماحة، فيه خير، فيه إنك تعرفي تنسي او تتناسي الشر او تحجبي الشر قد ما تقدري. خدي بالك انت بشر، نصك خير ونصك شر. شو حاب الاودينسز، الجمهور على شاهد في اي بي يستنتج من فيلم مثل هيدا يلي عميق اكثر من فقط ترفيه، يعني عنده عمق، عنده رساله، عنده مسج. بصي في ناس كتيرة قوي بتقولي بس ده فيلم مش تجاري، احتمال، بس مهم انك ترجعي لإنسانيتك، مهم انك تعرفي تسامحي، مهم انك تعرفي تختاري بين الخير والشر، مهم انك انت تكوني عندك
إرادة إنسانية إنك تعرفي تصلحي نفسك وتصلحي الآخر. قصة أستاذ إبراهيم عيسى قصة مهمة جدا. أنا أول مرة بشتغل معاه وأول مرة بلتقي بيه، ولما التقينا وهو كان كاتبه على إنه راجل، محمد العدل المخرج الكبير مش سنا، الكبير موهبة. قال أنا لو يسر قالت أوكي أنا هقلب أستاذ. فلما قريته قلت له حلو. حتى كان عندي ديبيت أنا هو، طب دي هتلبس إيه؟ طب إيه الست دي أنت عايزها لابسة إيه؟ شكلها إيه؟ هل نعملها مثلا زي اللوك مثلا بتاع حد مثلا في جيم أوف ثرونز، هل نعملها كده؟ فقالي لا، أنا هخليها وفكر فيها كتير، هو هخليها في كل مكان لبس بتاع المكان. لو هي في حارة هتلبس لبس الحارة، لو هي في مستشفى هتلبس مرة ممرضة مرة دكتورة مرة مش عارفة. فده كان جمال الموضوع، فكنت دائما بشوف نفسي مختلفة. صح، وهيدا الشيء يعني انه بحط هيك مع غموض الشخصية بالقصة، هيدا الشيء بيساعد كمان إيه؟ عدد اللوكات. كيف كانت التجربة مع آسر، مع أمينة، مع فريق العمل؟ أمينة أول حاجة ابتديتها في حياتها كانت معايا، فأمينة دي حبيبتي، شيء يعني I love her. بحس إن هي ليها شخصية يعني ليها حدودة كده لوحدها. فأمينة معايا هي وآسر، أنا أحبهم جدا جدا. آسر بشوفه عنده موهبة غير عادية، وآسر أنا وهو اتكلمنا ازاي احنا بقينا في فيلم زي ده، وتاج الحاج احمد السكي اللي هو ما بصش في حته هيكسب من ورائي، هو اقتنع بالموضوع وعمله ازاي. والحقيقه هو يعني بشيء يعني انا بحييه عليه. فآسر كمان ممثل مجتهد، ممثل حلو، لما نزل ميت وش كسر الدنيا. فهو كان قلقان من ميت وش، وبعدين ده كان المفروض يتعرض قبل ميت وش. فشوفي السيناريو بقى اللي حصل انه ما يتعرضش في السينما، فانت ما تقدريش تقولي انه فيلم تجاري او لا، وبيتعرض على بلاتفورم مهم جدا جدا اللي هو شاهد بي اي بي، والبلاتفورم ده هو ده باب مفتوح للعالم كله، اني بادي ممكن يخش ويشترك فيه ويشوف، وده شيء جميل. سواء تختلفي مع الدور او تختلفي مع الموضوع او تحبيه، لكن يات هو مفتوح لكل الناس.